وهذه بنتي باسل مريضة الآن جبناها لعند الطادية قلنا إن شاء الله يكون خير. وجت الطائرة وضربت علينا للبيت وخرجنا هاربين من هنا لصنعاء من سبب الشظية. وصلت لشظية صايرة للبنت هذه حجرة، مش يعني شظية بس من حق الحرب. والله كان عاد مالي شي، بس كل ما زاد الحرب زاد التوتر بالبلاد، زاد والله ما اقول الا خير. يعني كان عاد الحمد لله في اسعار يعني هابطه شويه، اليوم لما زاد الحرب كل شيء على وكل حاجه يعني تضاعف خلاص كل شيء. وزوجي على يصير يدور العمل ضاع ضاع، ما نعرفش الان عنه اي شيء. والان ما الحمد لله بقيه ربعه معي وحامل. والله نحس يعني ضيق، بس الواحد يستحمل الانسان علشان عياله. اذا رفع هذا الحرب فلي ان شاء الله ربنا يصلح كل شيء.